في غمرة ازدحام القاهرة الخانق تولد الأفكار الخلاقة، مشروع جديد لنقل الركاب في قوارب سريعة من منطقة إلى أخرى على ضفتي النيل، أطلق عليه مؤسسوه تاكسي النيل. مجد كارولس أحد مؤسسي المشروع يقول إنه استوحى الفكرة من خدمات مماثلة لنقل الركاب عبر الأنهار في برلين وسيدني. احنا كنا عايزين نقلل الزحمة اللي في الشارع ويتارجت الناس دي، فعملنا لهم المشروع ده اللي ابتدينا نفكر فيه من 5-6 سنين. يستخدم مشروع تاكسي النيل في الوقت الحاضر 5 زوارق سريعة، لكن ثمة خطة لزيادة العدد إلى 30 قاربة. تتراوح أجرة الركوب في الوقت الحالي بين $1.50 و$5، وربما تفوق الأجرة قدرة كثير من المصريين الذين يستخدمون وسائل المواصلات العامة، لكنها في متناول موظفين في القطاع الخاص ينتمون إلى الشريحة الاجتماعية التي يستهدفها المشروع. بتوصل الشغل وانت فايق، بتروح الشغل فايق، بتروح البيت عندك لسه الباور انك انت ممكن تلعب مع أطفالك، تخرج لو حابب تخرج، عندك الوقت انك لو عايز أي حاجة تعملها عندك لسه اليوم طويل. منذ القدم سعى المصريون إلى جعل النيل مصدرا لتطوير حياتهم الاقتصادية، وفي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي كانت قوارب الركاب تعرف باسم الأوتوبيس النهري وتعمل بين ضفتي النيل، إلا أن تاكسي النيل الحالي هو أول خدمة لنقل الركاب في القاهرة منذ عشرات السنين.